وادي الجمله الاصليه ده احنا سببناها. حلو، محتاجين نعمل ايه؟ محتاج ادخل كذا بيان بحيث ان انا اوريكم شكل اوامر الانسيرت العاديه بتاعتنا اللي احنا بنستخدم اشكالها المختلفه. في جمله ثانيه ستاندرد ان انا ممكن اقوم جاي اعمل كده واقول له ايه؟ انسيرت انتو ريسيت واقول له الاي دي بيساوي كذا والنيم بيساوي كذا وكده، وده برضه شكل من اشكال الانسيرت اللي هو موجود برضه في نفس الكوره كلها. واحد واحد مثلا اثنين كل واحد اثنين مثلا ناخد اللي فوقيه. طيب والجوب مثلا نقول اي حد يفكر لي اي حاجه مثلا سعري ده شكل اخر من الاوامر اللي احنا ممكن نستخدمها ومتاحه عادي جدا معناها كانت موجوده في الستاندرد وبرده بيخش. طبعا طاهر اخذ ايه؟ اخذ الاي دي ده. خد بالكم نسينا اقول فيرجن، فيرجن واحد يعني ده اول تعديل وكلاس لامبلين. لاحظوا هنا ده 46 على 0 ده حاطط عليه 47 على 0. فيرجن واحد يعني ما عدلناش لسه عليه خالص اول فيرجن. وادي ايه الامبلين كلاس وادي الامبلين كلاس وادي النيم والبتاع مش عارف ايه. طبعا لو دوست على الاي دي ده هيديني ان انا اعمل ايديت على الريكورد ده، يعني لو عملت كده هيفتح لي ان انا اقدر اعدل بالانترفيس باليوزر انترفيس يعني في الدوكيمنت ده. طه والرقم والتستر والسلاي ممكن اغير الكلام ده كله ما عنديش اي مشكله يعني. تمام؟ واسيف واد فيلد واكشن بتاعتي وكل حاجه من الكلام ده مش عامل مشكله. طيب اللينك لو كان في لينكس لحاجات ثانيه كنا ممكن يبقى ايه؟ يبقى في لينكس هنا. طيب انا قلت له لا انا مش عايز ده، انا هرجع كده باك لاصل الموضوع ادي البيانات. طيب لو في هنا كلاس اللي اسمه انفلي، لو دوست على الكلاس ده هيبدا يطلع لي التفصيل بتاع الكلاس ده. اقول لي ان في كلاس البروبرتس بتاعته النيم والتايب والدليل وشويه حاجات اساسيه. الحاجات الاساسيه دي ده مشروح عندكم في الحاجات اللي هي مسجله. اللي هو مانداتري يعني هو اجباري ولا لا، ريد اونلي، نوت نال، مينيمم والماكسيمم والكليت اللي هي الكيس سنسيف ولا لا، والاكشنز والنيم والتايب والبروبرتس. طبعا هنا فاضل الاندكس، مفيش اندكس لسه والكلام ده كله. لكن ده الايه؟ الشكل العام بتاع الكلاس بتاعك اللي موجود. تمام؟ يعني بيديك كده ايه زي ربطات كده تقدر تتنقل بيها للفكره بتاعتك الاساسيه. على العموم ده شكل من اشكال رقم اثنين في الانسيرت ماضي البيانات بتاعتي زي ما انا عايز. طبعا مش ده بس الشكل الرئيسي، بيشتغل برضه بشكل ثاني حرفي قوي. بيقدر يديك انك تقدر تشتغل زي الدوكيمنت داتا بيز زي ما اشتغلنا مثلا فاير بيز مثلا. فاير بيز كنا بنعمل الجيسون ونبعتينه صح؟ ودي حاجه لغايه الجمال. بس انا قبليها لو انا دوست هنا على انسيرت انتو تيستر دي اللي كانت تكون عامله طه، بس انا بدوس على تطلع لي فوق ممكن ادخل كذا حد مع بعض ودي مشهوره. يعني انا مثلا عندي صلاح وعندي مثلا رامي، فانا ممكن اقول له ايه مثلا واحد واحد ثلاثه مثلا وما قايل له ده صلاح صلاح مثلا ممكن اخد كوما على طول يعني و لا معناها و واقدر ان انا اكمل عادي واقوم واخد نفس الكلام ده وادخل حد تاني وتالت ورابع وعاشر ورا بعضه في نفس الجمله مفيش اي مشكله خالص. طبعا دي برضه مهمه لان ده بتخلينا نوفر لما يكون عايز نبعت بيانات كتيره للداتابيز، ما نقعدش نبعت امر ورا امر ورا امر ورا امر ونرهق الموضوع بتاع الداتابيز، لا احنا بنبعت نعمل كل الداتا ورا بعضها كده وهي امر واحد يبقى في الداتابيز ويتنفذ مره واحده. فاحنا مدخل على طول ريكورد 48 وريكورد 49 على زيرو واتحط. اللي انا عايز اقوله ايه بقى اخر واحده بقى اللي هي تبني قوي اللي فيها شويه شغل حلوين اللي هي بقى فكره الدمج ما بين فكرتين. ما بين فكره الدوكيمنت والجيسون وما بين جمله الانسيرت، ودي حته لذيذه يعني. ايه اللي عملته؟ وابسط وانا شايف إن يعني انا بحبها يعني. المهم بقوم كاتب كده كونتنت يعني محتوى، فانا عملت انسيرت انتو ام بي كونتنت واقوم شغال جيسون عادي جدا لانك تفهم الجيسون بشكل مباشر كمان.
جيسون فده حاجه شيء او ده شيء طيب شيء كويس. فانا اقول له الاي دي هو قايل بيسامي خلاص هو جاي قايل والله انا هدخل واحد واحد المره دي مش عارف مين اللي عنده عندنا محمد منظور قلت له قلنا لا ماشي وقال له النيم قلت النيم يساوي جو والسلري أخذوا. أنا كتبت يعني لكل سنجل وقت اللي دبل يعني كتبت جيسون مباشر. أنا قلت insert into employee content وبتبعت جيسون على أبوه ولا يعني ولا ألفت ولا عملت أي حاجة ولا يعني الدنيا بسيطة جدا. وعمل رن قال لي خلاص ما فيش مشكلة وضاف عادي كأنه شخص عادي جدا. ده كله من الاشكال اللي بعملها انسيرت. بس اللي يهمني قوي انا ان اثبت حاجتين. الحاجه الاولى اس كيو ال عادي ستاندرد كل انواع الستاندرد الموجوده. في نفس الوقت في جديد كمان انك بتعمل فكره الجيسون اللي كانت موجوده انك تعرف تبعت جيسون وتتقبلها الداتابيز. جيسون الحديث الشغل الحديث برضه بيضاف على نفس الاستراكشر بتاع الايه الستاندرد بتاع الانسيرت. فده طبعا بيدي للداتابيز دي متعه وانت شغال بيها لان هي خدت الشغل القديم وشغاله بتحدث فيه وما يعني ليها اصل وليها امتداد وشغاله على نفس الايه على نفس التوجه. فبتعمل عندك يعني ايه يعني انك انت زي ما قلنا بتعمل عندك استابيليتي. ده كده كانت كذا شكل من اشكال الانسيرت اللي ممكن تستخدمه وتشوف انت عايز تستخدم ايه. طبعا بس انا لغرض ان انا اوضح الفكره الاساسيه. لو حبيت استمع البيانات بتاعه اللي متسجله جوه الابلي ففي عندنا جول سيلكت زيها زي كل الاوبر سيلكت العاديه بس فيها طبعا اس يعني حاجات مختلفه بسيطه. نحاول نقول في سيلكت استرسك جول سيلكت فروم انتوي بس استرسك يعني وفر لنا يعني هي متقلة مش حباها لازم من غير استرسك خالص يعني سيلكت فروم انتوي وده طبعا يعني ماشي الحال يعني وبصراحه هي مفهومه يعني معناها ان كل ايه؟ كل الحاجه اللي موجوده في الانتوي وعملت رن جاب لهم الناس اهم ادي الار اي دي الفيرجنز الكلاس والنيم والاي دي والجوب والسلم